ماذا تعني بحق السماء؟ راقبني لتعرف. ليس على رأسي أيها اللعين! إنها ضربة واحدة يا ضرغام، ضربة واحدة وهي هدية كايوس إلي. هذا الثقب الصغير سيشق طريقا إلى عقلك، سنوجه إليه ضربة واحدة كل يوم. ضربة واحدة ليست قوية، ضربة تشبه اللسعة على الجرح تماما. تلك أوامر كايوس، ضربة واحدة فقط كل يوم. أتريد مني شيئا آخر يا صقر؟ ماذا فعلتم برباب؟ رباب؟ ألم يخبروك؟ قتلتموها بلا شك. لا، هي من قتلت سيدرو، داهمها في مخدعها ليفترسها فقتلته بالخنجر الذي يحمله. إنها رباب بنت شيبان، وعقابا لها فقد قرر الحاكم أن يهبها للجنود، وهي الآن تعيش بين أحضانهم. هيا. اللعنة عليكم. اهلا، اهلا بك يا سيد القوم. اهلا بك يا ابن حبيس. اعذروني فان التعب قد نال مني، نتحدث مساء. كيف كانت رحلتكم؟ لم تبدأ رحلتنا بعد. قد يطول غيابي كثيرا. ابقي أنت وسارة خارجا حتى أستيقظ. أريد أن أخلد إلى النوم. احرصي على أن تعتني بسارة. كلب حقير. نزيف يا سيدي. أي حقد أسود يعمر قلوبهم. هذا بعض من أحقادكم يا حنظلة. إنها رسالة صغيرة وستصلك رسائلنا تباعا. إذن أنت ضرغام لتخرج من الحلبة حيا. سواء خرجت أم لم أخرج فلم يعد الأمر مهما.
عليك ألا تيأس من الحياة، خاصة وأنني أرغب في بقائكم أحياء أطول فترة ممكنة. إذن فأنتما شقيقان، اليوم دوركما معا في حلبة المصارعة. جايوس، لن تدفع بحنظلة إلى الحلبة وهو بذراع واحدة. وهل يحتاج المقاتل إلى أكثر من ذراع ليحمل سيفاً؟ خذني عوضا عنه. أنا لا أخشى القتال يا صقر. لكنه نوع جديد من القتال لم تألفه من قبل. ليس أكثر من الموت. ألم نتفق أن التعذيب أقسى من الموت ونحن فيه الآن؟ أنت وأخوك ضيفا الحلبة هذا اليوم، لن تواجها مصارعين، سيواجه كل منكما الآخر. قتال بين الأخ وأخيه. إياك أن تفعلها يا كايوس، إياك أن تفعلها. هل ستمنعني يا صقر؟ لن يخرج أحدكما من الحلبة قبل أن يقتل الآخر. كايوس، أنا سأقاتل اليوم، وأعدك أن يقتل أحدنا، لكن الشقيقين لا. هل تظن أنني أقتل أخي لأنجو؟ ربما يفعل أخوك. أنا أقتل أيها. إذن أنت لا تعرف من يكون أخي بالنسبة لي. سنرى. هيا. أنا قاتلكم ولا أحد سواي. أنا القاتل. هل تظنين أنه سيقتلها الليلة يا سيما؟ لا أدري يا سيدتي. بل تدرين يا سيما، لأن السر لا يخفي عنك شيئا. أخبريني يا سيما، هل تصدقين أن سيدرو حاول الاعتداء فعلا على رباب؟ لا أدري يا سيدتي، فأنت كنت تعرفين سيدي سيدرو أكثر مني. أجوبة خبيثة. بكل الأحوال، إن دخل سيدرو عليها ليوقظها ليطفئ شهوته، فسيرجو لن يفعل، سيقطع عنقها ويتركه على وسادتها. مثل سيرجو لا تنقصه القسوة، أليس كذلك؟ أنت لا تريدين لها الموت. أتكونين قد رجوته ألا يقتلها؟ اطمئني يا سيدتي، فأنا لم أفلح في إقناعه. حاولت إقناعه بعدم قتلها. لا يا سيدتي. بلى أيتها الماكرة،
إنه دمك العربي يثور في عروقك. أقسم لك. هل يعلم سيرجو أن أمك عربية؟ إنه لا يعلم، لم تجرؤي على إخباره لأنه سيعرض عنك ويلفظك كنوات التمر. لن يفعل سيرجو، ما يهمه إن كانت أمي عربية وقد أحبني وأنا جارية. الجارية تختلف عن الساقطة. سيدتي، النخاس الذي باعك لأبي أخبرني من تكون أمك، أخبرني ماذا كانت قبل أن تلدك وبعد أن ولدتك. أرجوك يا سيدتي، سأخبر سيرجو عنها بكل شيء يا سيما، عندها لن أضطر لإعتاقك لأنه سيعف عنك وستبقين خادمة الوضيعة حتى تموتين. ماذا فعلت لك يا سيدتي حتى تقومي بكل هذا؟ تريدين الحياة لمن أطلب لها الموت وتقولين ماذا فعلت لي؟ فلتمت، فلتمت 1000 مرة، فأنا أحب سيرجو ولا أريد أن أفقده. إن لم يقتلها يا سيما سأنفذ كل ما قلته، كل ما قلته. حتى لو قتلها فأنت ستنفذين وعيدك. أعطيهما السيفين. لن أخذ شيئاً يا كايوس، ولن يقتل الأخ أخاه. الناس هنا لترى أحدكما يقتل الآخر. أي أناس هؤلاء يا كايوس؟ إن كان أحدكم قادراً على ذبح ولده بيده فليرينا حزمه وجبروته. اللغو لن يفيدك في الحلبة أيها الأيه. ابحثوا عن طريقة أخرى تسلون بها أناسكم. قاتل أخاك يا حنظلة. لماذا لا تهبط إلى الحلبة وتقاتله بنفسك؟ الناس هنا ليروا شقيقين يتقاتلان، ولن أسمح بغير هذا. أكرهنا على الاقتتال يا كايوس. إن لم تتقاتلا مزقتكما سهام النبالة. خذ سيفك أيها الأيام. حنظلة، خذ سيفك يا أخي وحاول أن تقتلني. هيا. أقتل أخي الصغير الذي ربيته؟ أأسفك دمي بيدي؟ ستسفك دماء على كل حال، فقاتل بكل قوتك لأنني سأتصيد مقتلك. أهذا ما تريده يا حنظلة؟ إنه البقاء يا أخي، إنها الحياة التي نحرصها لا تضيع. فتقتل أخاك ابن أمك وأبيك؟ قلت لك أننا ميتان لا محالة، فلا بأس أن يبقى أحدنا حي، وأحب أن أكون ذلك الواحد. أتظن أنك قادر على صرعي هذا الذراع الواحدة؟ أنا أفتى منك أيها الأيهم، وحبي للحياة سيجعلني قادرا على صرعك. سأقتلك يا حنظلة، سأقتلك، فأنت من طلب ذلك.
شيئا كهذا. أعطي الإشارة لقتلهما يا كايوس. إن قتلناهما بهذه الطريقة تبرا أبطالا في نظر شعبنا. هم الآن أبطال في نظرهم. لن يكونا كذلك. موتهما إكسانتوس. تفضل أيها القائد. لا وقت لدي يا سيدي. لا وقت لديك؟ لقد كلفني سيدي كايوس أن أصل بالجنود إلى هنا، وأنا مضطر للعودة الآن. لقد أحضرنا بعض الأسلحة والملابس الرومانية التي قد تحتاجونها لشن هجماتكم القادمة. ليبدو الجيش كله روماني. وهذا الصندوق هدية السادة كايوس وإكسانتوس وإكسوس إليكم. هدية؟ الإعانة الرسمية ستخرج من خزينة المحمية، وريثما يصدر القرار بذلك يقول سيدي كايوس بأن تدبروا أموركم بهذا. أوه، هل يعلم جنودكم أنهم يعملون تحت إمرتي تماماً؟ كانت الأوامر صريحة من سيدي كايوس إليهم، إنهم تحت إمرتك في كل ما تطلب منهم. اسمح لي يا سيدي وأرجو المعذرة. رفقتك السلامة يا سيدي. اعتنوا بالضيوف. Thank you.
هل سيرتدي مقاتلون الزي الروماني؟ هكذا يريد الحاكم، يريد أن يفخر بروما وحدها. وهل ستدعه يفعل؟ أنا سرمد البوهي، سنهاجمهم حاصري الرأس بثيابنا بأسمائنا، ليعرفوا من نحن، وليعرفوا أننا نحن الذين نقود الرومان لنأخذ بثأرنا، وإلا فكيف سيهابنا العرب؟ لكن هذا الأمر سيغضب الحاكم. لكنه لن يغضب كايوس، لقد شد على يدي عندما سمع مني ذلك. ليكن مقاتلون على أهبة الاستعداد، سنسير قاصدين القبائل الستة قبل غياب الشمس. وهل ستجند كل مقاتلين يا سرمد؟ فلماذا إذن طلبت جنودهم؟ لكي أبقي هنا بعض مقاتلين يحرسون القبيلة أثناء غيابنا، وبعض مقاتلين كثير. لا تفوتك فائتة يا سرمد، ولعمري هذا ما يجب أن يتحلى به سيد القوم. عشيرتنا أولا وروما ثانيا. ستبقى هنا بانتظار عودتنا يا قبيط، ولكن ستحل محلي أثناء غيابي، ولا بأس بأن تستنير برأي ابن حبيس، فهو كبير العشيرة. ماذا ينتظر؟ لا أدري ماذا يحضر لنا كايوس. إنهما أقوى مصارعين لدينا.
النخاس الذي باعك لأبي أخبرني ماذا كانت أمك، أخبرني ماذا كانت قبل أن تلدك وبعد أن ولدتك. سأخبر سيرجو بكل شيء عنها يا سيما. عليكم اللعنة. كأنك لست فرحا بعودتنا سالمين يا صقر. كيف تريدني أن أكون فرحا يا حنظلة وأنا لا أدري إن كان الخارج منكم سيعود حيا أم لا؟ كايوس يتمتع بشخصية لم أعهدها في الرومان، إنه صلب وثعلب وفي جعبته الكثير لنا، إنه يستمتع بأننا ما زلنا على قيد الحياة. أجل، تصورنا أن يقتلنا مرتين، مرة عندما رفضنا الاقتتال وأخرى عندما صرعناهما. حياتنا جميعا بين يديه، لماذا يتعجل موتنا إن كنا نقوم بتسليته وتسلية أهل الحامية؟ أهلا، أهلا بعودتكما سالمين. أخبر كايوس أننا سنقضي عليهم تباعا، وكأننا نواصل طريقا هم على جانبيه، فلا يتسنى لقبيلة أن تنذر الأخرى، ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا. إنه ضميره، ضميره الذي لا يريد أن يريح. هذا صقر الذي نعرف، مستسلم يائس. ترى ماذا يخبئون لك يا صقر، ومن هو الضيف الذي ستحل عليه؟ أشعر به يزأر حتى والسلاسل تقيده، كأنه يطلب الموت خلاصا. ماذا يعتمل في نفسك يا صقر؟ أنتم وكل الذين قتلوا وكل الذين سيقتلون. وهل الحل أن يقتلك اليأس؟ ماذا أفعل إذا كنت لا أستطيع رد الأذى عني وعنكم؟ حتى وميض عينيك اختفى يا رجل. كن مكاني يا ترغام وأرني ما يمكن أن تفعله. الشعور بالذنب لا يا رعد، لا، الشعور بالذنب لا يحيي الأموات ولا يعيد ما مضى. إن كان الأمر اختبارا للحزم يا صقر فأنت فيه الآن. الحزم أيها الأيهم، ونحن ننتظر الذبح كالنعاج؟ لم نذبحك لنراك تضعف. هل تريدني قويا أيها الأيهم؟ أنا كذلك، ففي داخلي براكين من السخط والقوة، لكنها مكبلة شأن أطرافي. أما الندم فإنه يحفر عميقا عميقا في داخلي. إن طالك الندم فقد طالنا قبلك. أنا لا أشعر بالندم لأننا كنا مؤمنين بما نقوم به، فإذا كان سوء الحظ قد أصابنا
والطلع الحسن قد أصابهم، فمرة لهم ومرة لنا. أم أننا الوحيدون الذين سيقفون في وجوههم؟ ألم تسمع ما قاله الوغد؟ القبائل الست في طريقها إلى الدمر الشامل، القبائل الأقوى في الصحراء، من سيرفع رأسه بعد القضاء عليهم؟ قل لي. الأرض التي أخرجتنا قادرة على إخراج غيرنا، طالما أن الظلم قائم فالأبطال يتوالدون. ما كان علي أن أقودكم. كف عن لوم نفسك يا صقر، فقد أضجرتنا. أنا آسف يا صقر. ستبقى القائد يا صقر حتى لو مزقوك أشلاء، وسيبقى صدى صوتك يدفع الدماء في عروقنا، فإن هدروا دماءنا سيبقى صدى صوتك يرن في آذان كل العرب. كم أتمنى أن أصل إليك فأعانقك يا صقر. وكم أنا بحاجة إلى عناقكم جميعا أيها الأيهم. كيف حال أسيرتنا؟ إنها لا تبرح مقدعها يا سيدي. أوصد عليها الباب جيدا، فهي ماكرة، شأنها شأن كل العرب. الباب مقفل يا سيدي. ألم تتعفن في الداخل بعد؟ ما زالت حية يا سيدي. ألا يزورها أحد ما؟ منذ دخل عليها سيدرو لم نعد نسمح لأحد بالدخول عليها. ومولاك الحاكم ألا يزورها؟ كثيرا يا سيدي. وهل يبقى طويلا في مخدعها؟ أحيانا يبقى طويلا. ماذا لو جئتكما بقليل من الشراب؟ نحن لا نشرب أثناء الخدمة يا سيدي. ولكنني أشفق عليكما من الملل الذي أنتما فيه. من تحرسان؟ باباً مقفلاً وأفعى نائمةً خلفه. وإن رأونا؟ وما سيراكم؟ سأحضر لكما قليلاً من الشراب اللذيذ والنشوة. النشوة كفيلة بطرد الملل.
هذه لكما. شكرا سيدي. لا أستطيع يا سيدي. كما تريد. تصبحان على خير. you
خذ الجند وابحث عن الرباب في جميع أنحاء المحمية. هيا بسرعة. أولاد هيا هيا. قتلت أيضا يا رباب.